وبيلعب كرة، ولكن شان جريم على طول يعمل إبعاد. مرة تانية عدي زهران كرة متسقطة، ولكن من القلب بيشيل عبد الرحيم، ودي فرصة خطيرة جدا جدا. وأكرم زوي، أكرم زوي يحقق العلامة الكاملة، بيحقق العلامة الكاملة المهاجم الليبي في الدقيقة التانية من الوقت المحتسب بدل الضائع. أكرم زوي يقتل اللقاء ويحقق الثلاث نقاط والعلامة الكاملة للزعيم علشان تعتلي الفرحة والسعادة مشاهدينا في ملعب السلام وفي جانب أنصار الفيصلي الأردني بتقدمهم واستمرار تفوقهم في منافسات المجموعة A. ولكن بص شوف أكرم زوي بيعمل إيه، بيضع الهدف الثاني، هدف القاتل للقاء، هدف الثلاث نقاط.